السلام عليكم، هنكمل بإذن الله النهاردة شرح للسب أسمبلي كومبوزر. شرحنا المرة اللي فاتت السيتنج، اللي حابب يرجع للفيديو السابق هيلاقيه موجود، وشرحنا الكلام ده كله الدرس اللي فات، وإيه يا ريت تراجعه عشان هنتكلم في شوية حاجات كده هنستخدمها في البرنامج بتاعنا النهاردة. طيب في الاول احنا هنمسك ايه؟ هنمسك الجيومتري او ناحية الجيومتري دي والاعدادات بتاعت الجيومتري دي. هنشرح اول حاجة ايه؟ هنشرح اول حاجة البوينت. البوينت عشان نجيبها ايه يا جماعة؟ بنكليك كده، بنفضل هولد كليك هولد كليك على الحاجة وايه ونسحبها وايه ونرميها في مكان الفلوت شارت. هنلاقي اول حاجة البوينت. البوينت بتتسمى بي، وبعديها رقم على حسب الترتيب او السيكونس بتاع بي واحد بي اتنين بي تلاتة وهكذا، تمام؟ بيبقى في حاجة للبوينت اسمها بوينت نمبر، دي خلاص احنا اللي قلنا بي واحد بي اتنين بي تلاتة وهكذا. بيبقى في حاجة اسمها بوينت كود. البوينت كود دي عشان لو بتحسب كميات او بتطلع احداثيات حاجة معينة جوه الاسمبلي بتقدر تطلع عن طريق الكود ده، وبإذن الله هنشوفها برضو في أمثلة عملية. بس خلينا عارفين إن في حاجة اسمها كود أو تكويد، سواء للنقطة أو لللينك أو للشيب أو لأي حاجة. طيب هخش بعد كده على البوينت جيومتري. طيب إيه هو نوع النقطة دي؟ نوع النقطة في عندي أنواع كتيرة، زي مثلا الأنجل الدلتا إكس والأنجل والدلتا واي، أنجل وديستانس الدلتا إكس ودلتا واي، دلتا إكس وسيرفيس، انتربوليتد بوينت، سلوب اكس سلوب ودلتا اكس، سلوب ودلتا واي، سلوب تو سيرفيس. خلينا نبدا باول حاجه. اول حاجه الانجل اند دلتا اكس. طيب بيطلب مني ايه؟ طبعا انا بختار النوع هنا، بنزل بلاقي في البوينت جيومتري بروبرتيز بلاقي الاعدادات اتغيرت. في الاول فروم بوينت هيبدا من نقطه ايه؟ طبعا ما عنديش غير الاوريجين، خلينا نحط نقطه تانية عشان نقدر نشتغل صح. اشتغل على اول واحده. طيب هبدأ من البوينت ايه؟ يا اما هبدأ من الاوريجين يا اما هبدأ من البي واحد. انا الريفرنس بوينت، الريفرنس بوينت خلاص البي واحد، خلينا دي تبقى من الاوريجين ودي من البي واحد. بعد كده هقول له الانجل بتاعتي سي مثلا 45 والدلتا اكس بتاعي سي 10، فهلاقي ان هو عمل لي ايرور. بيقول لي ايه؟ بيقول لي الريفرنس بوينت بي واحد اوفرلاب ويز فروم بوينت زيرو. ده طبعا اللي قلنا الايفنت فيور اللي هيظهر فيه الايرورات. هناخد البي دي شويه، خلينا نرجع دي دلتا اكس ودلتا واي، واخليها دي مثلا على بعد 10 بحيث ايه تديني مسافه او كده، يعني بحيث ايه تبقى ريفرنس بوينت ليه. فلقيت ان هو مشي 10 وطلع بزاويه 45. طيب ايه كمان يقدر يلتزم بأوفست تارجت؟ ده معناه ان انا اقدر اروح على التارجت وايه اعمل حاجة اسمها اوفست، تمام؟ ونوع ايه؟ نوع هيبقى اوفست. يا ريت اللي ما شافش الدرس اللي فات يرجع له عشان مهم هيتبني عليه الكلام ده. طيب همشي هنا مثلا سي 5 بالموجب، تمام؟ وهاجي كده اقول له والله التزم لي بالاوفست ده، هلاقيه ان هو هيمشي بنفس الزاوية، تمام، الخمسة واربعين، بس ما التزمش بالعشرة، التزم بايه؟ التزم بالخمسة. خلينا نمشي عشرة كده، هنلاقي ان هو ماشي مع الاوفست او ماسك في الاوفست بصفة مستمرة. ده كده بالنسبة لأول نوع اللي هو الانجل والدلتا اكس، تمام. في بعد كده الانجل والدلتا واي، تمام، برضو دي نفس القصة، هنخليها تبدأ من الاوريجين ونستخدم البي واحد، بس ممكن نخلي البي واحد في الصفر في الاكس ونخليها 10 في الواي. طيب هاجي كده واقول له سي مثلا الزاوية برضو 45 ودي 10، تمام، هلاقي النقطة بتاعتي عملت كده. طبعا ممكن تعكس الزاوية تخليها من الناحية التانية، تمام، تقدر نفس القصة بس هنا تلتزم بايه؟ احنا شغالين في الواي، خلي بالنا ان احنا انجل ودلتا واي. دلتا واي ايه؟ اللي هو المحور الرأسي بتاعي. طيب خلينا نعمل نعمل اسمه ايه ده elevation. elevation target ونخلي نوعه elevation. هلاقي الاليفيشن جاي معايا كده، هعلم على ده
اول ما هدوس على الاليفيشن هلاقي فيه ايه، حاجة اسمها اليفيشن زي ما احنا سميناه بالظبط، هيمشي معايا مع الليفل بتاع الاليفيشن بالظبط، ايا كان بقى اكتر اقل، هو خلاص هيلتزم بالليفل بتاع الاليفيشن تارجت ده. في حاجات تانية احنا ما في كام حاجة تحت هنا، بس ايه هنشرحهم دول كده كده، ايه هي يعني هيتشرحوا مع الكل، دول ما بيتغيروش مع الجيومتري. طيب بعد كده ممكن نخش على النوع اللي بعده اللي هو انجل وديستانس، يبقى زاوية ومسافة. احنا خلاص يعني فهمنا متى الموضوع، خلاص انا هخلينا دي 45 و10، وهخلي برضو البي واحد هو الريفرنس بتاعي، ممكن نقلب الزاوية. قال فهمنا الموضوع، الموضوع بقى بسيط يعني ولا ايه؟ هو لسه ماسك في الاليفيشن طبعا، خلاص ساب الاليفيشن لان انا شلت الدرجة او برضو الديستانس، انا مديله ديستانس معين، فمتهيألي الديستانس دي مش هتجيب اي حاجة. طيب خلينا نشوف النوع اللي بعده. النوع اللي بعده ايه اللي هو الدلتا اكس والدلتا واي. طبعا الدلتا اكس والدلتا واي ده من الحاجات السهلة جدا، النقطة بتاعتي اللي انا بشتغل منها ايه، وبقول والله انا همشي في الاكس 10 وهمشي في الواي 10، هيديني برضو زاوية 45 مع الاوريجين. طيب هنخش على النوع اللي بعده وهو ايه اللي هو الدلتا اكس اون سيرفيس. يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو هيمشي اكس على السيرفيس. طيب احنا عندنا السيرفيس اصلا، عشان كده طبعا اول حاجة طلعها علامة حمراء. خلينا نرجع للنوع ده ونعمل له سيرفيس، نسميه هنا سيرفيس ونوعه سيرفيس خلاص، وخليه على الصفر مفيش مشكلة. هنيجي هنا ونغير النوع على الدلتا اكس اون سيرفيس. طبعا اول ما ظهر العلامة دي بيقول لك اساسا ما عنديش سيرفيس، فاول حاجة لازم تختارها السيرفيس عشان ايه تخلص من العلامة دي ويشتغل معاك البرنامج لانه هيبقى مهنج. اول حاجة طبعا عملناها ان احنا ايه عملنا السيرفيس. بص هتلاقي النقطة ماسكة، احنا قلنا له النقطة ايه، النقطة من الاوريجين، يبقى ده معناه ان هي هتفضل تحت الاوريجين، ما اتحركتش باي دلتا اكس تمام، ولا يمين ولا شمال تمام، وعلى السيرفس. السيرفس ايه اللي هو اللي ادينا له الاسم السيرفس ده تمام. طيب عايز اخليها تتحرك على بعد 10 متر اهي، يبقى اتحرك من الاوريجين 10 متر دلتا في الاكس. طيب عايز احركه مع الاوفست، انا عندي الاوفست مش ثابت، مش 10 ولا 5 ولا 2، لا انا عندي الاوفست بيتغير مثلا من 3 ل 4 طالع وداخل وحاجات زي كده. هاجي كده واقول له والله التزم بالاوفست اللي عندي، ادي الاوفست طلع، النقطة هتطلع معاه، ده جوه السيفل الكلام ده، احنا بنتكلم الكلام ده هيحصل جوه السيفل، النقطة دخلت هتخش معاه، الخط طلع هيطلع معاه. خلاص نفس القصة طبعا للإليفيشن والسيرفس وكل حاجة، ان دي تارجت انا بتارجت عليها، انا بخلي النقطة تلتزم بالحاجة اللي انا هقولها لها تمشي بيها عليها يعني. طيب خلينا نشوف النوع اللي بعده ايه. ايه النوع اللي بعده؟ النوع اللي بعده هلاقي انتربوليتد بوينت. ايه الانتربوليتد بوينت؟ الانتربوليتد بوينت زي نقطة ما بين حاجتين، ما بين نقطتين، فلو قلت له ان هنا ما بين الاوريجين وما بين البي واحد، ونسبة ال نسبة الانتربوليتد 50%، طيب خليها 60%، خليها 80%. طب لو خليتها واحد صحيح هتعمل ايه؟ هتلزق على النقطة. طيب لو خليتها صفر هتلزق على الاوريجين او اللي هو فروم بوينت. لو خليتها واحد ونص مثلا هتلاقيها ايه، هتلاقيها عدت المسافة، لان هو بصوا يعني من الاخر كده بيجيب المسافة وتديله انت نسبة هنا. ده ينفع في ايه؟ ينفع لو البي واحد دي عندي جاية بميل، هيحصل ايه يعني لو جاية بميل همشي على نفس الميل ده. طيب لو خلينا دي 10 و10، ده معناه ان دي زاوية 45 اللي هتوصل ما بين التلات نقط دول. الموضوع متهيألي واضح يعني. بعد كده ممكن نستخدم ايه السلوب اند دلتا اكس، من الحاجات المهمة جدا اللي الناس هتستخدمها، نركز فيها قوي دي عشان فيها شوية اوبشن كده. طيب هبدأ من فين؟ هبدأ من الاوريجين خلاص، يبقى انا النقطة بتاعتي بادئة من الاوريجين. السلوب بتاعي كام؟ -2%. فكرنا بحاجة، -2% ده الديفولت سلوب بتاع الطرق اصلا، -2% الديفولت سلوب بتاع اللين اساسا. طيب الدلتا اكس همشي في الاكس قد ايه؟ همشي 10 متر، خلينا نخليهم 5، نخليهم 10. طب عندي الحارة فاتحة وقافلة، هعمل لها ايه؟
طبعا خلاص احنا اتعلمنا ان احنا عندنا اوفست تارجت، يبقى هقول له والله التزم بالاوفست تارجت. الحارة بقت 5 هيشتغل 5، الحارة بقت 20 هيشتغل 20. زي ما انت شايف النقطة ايه لازقة في الاوفست، الحارة قلبت الناحية هتفضل النقطة قلبة معاها برضه، ما عندهاش مشكلة، ملتزم بيها لحد يعني النهاية زي ما بيقول. طيب ده بالنسبة للأوفست. طب أنا عندي الحارة دي طالعة ونازلة ومش ملتزمة بأي حاجة، أو النقطة دي طالعة ونازلة ومش ملتزمة بأي حاجة، ماشي أعملها لك بالإليفيشن. يبقى أنا هنا خليت النقطة تلتزم بإليفيشن وخليتها تلتزم بأوفست. طيب زي ما قلنا المرة اللي فاتت، الأوفست ده اللي هو إيه؟ قد يكون alignment، قد يكون line، قد يكون بولي لاين، حاجة بتتحرك معايا في البلان في الاتجاه الأفقي. طيب الإليفيشن اللي هو إيه؟ قد يكون بروفايل، قد يكون 3D بولي لاين، قد يكون فيتشر لاين، كل ده أنا أقدر أتارجت عليه. ده اللي هو إيه؟ اللي هو الإليفيشن. يبقى النقطة تفضل تطلع وتنزل معايا على حسب إيه؟ على حسب التارجت اللي أنا حاططه لها. خلاص يبقى انا اتحكمت في النقطة بشكل كامل، ان انا اقدر احركها يمين وشمال، الحارة فتحت تفتح معايا، قفلت تقفل معايا، طلعت تطلع معاها وتنزل تنزل معايا. في حاجة بقى ناقصة اللي هي ايه؟ السوبر اليفيشن. ايه هو السوبر اليفيشن؟ تعال نشوف. احنا دلوقتي شغالين في ناحية ايه؟ بالنسبة لي ان انا كده واقف عند الصفر وباصص لنهاية المشروع. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الرايت هيبقى هنا والليفت هيبقى هنا. نركز في دي عشان هناك ممكن تلخبطنا او حاجة زي كده. اليمين من هنا تمام والشمال من هنا. يبقى انا شغال ايه؟ شغال في ناحية الرايت. خلاص يبقى انا هختار حاجة ليها علاقة بالرايت. انا عارف خلاص هختار حاجة ليها علاقة بالرايت. طبعا انا هنا طبعا مديله اليفيشن، فبالتالي ده بالنسبة لي هيبقى بلح، ملوش اي لازمة، بس ايه نفهم الموضوع. طيب هاخد الرايت اوت سايد لين سلوب. ليه؟ عشان انا عندي السلوب دايما بيبقى من السنتر، يعني الا لو جت حاجة مخالفة لذلك، بس عادة الميل بيبقى من السنتر ورامي لبره -2%، يبقى من السنتر -2% لبره. يبقى دايما النقطة اللي في السنتر دي اعلى نقطة في الطريق، خليك دايما واخد النقطة دي في حسابك. ده بالنسبة للطريق اللي هو ايه؟ اللي هو كامبر، طريق حارة رايح وحارة راجع. طيب في حال ان الطريق ده بلانر، او فردتين مثلا ماشيين في اتجاه واحد، يعني طريق اتجاه واحد، ده معناه ان برضو النقطة دي قد تكون لو هي ناحية الشمال يبقى هتبقى هي اعلى نقطة، لو ناحية اليمين هتبقى اوطى نقطة. خليك دايما مركز في الميل. فاحنا هنا عندنا المثال بيقول ايه؟ بيقول ان احنا شغالين ناحية اليمين، ده معناه ايه؟ اقدر اشتغل في الرايت اوت سايد لين سلوب، او انا عن نفسي هختار ده. عندي شولدر برضو، عندي شولدر بس انا مش هستخدمه، هستخدم اللين سلوب. خلينا نشوف اللين سلوب ده هيأثر ازاي. هو لحد دلوقتي طبعا مش هيأثر في حاجة، لان انا مخلي النقطة ماسكة في اليفيشن. طيب خلينا نشيل الاليفيشن ونقول له نون. هنلاقي ان السلوب رجع ايه لطبيعته تاني، اللي هو السلوب اللي موجود هنا اللي هو 2%، لا انا هخليه 0. تمام. طيب الصفر ده لو بصينا كده، عايز اجيبها مثلا مع السيرفس، نطلع السيرفس خليه 0 عشان يبقى ايه جاي معانا بالظبط. ده كده 0%، مش جاي 0%. طيب مش جاي ليه 0%؟ انا نفسي كنت هتلخبط والله. طيب مش جاي ليه 0%؟ لان مستخدمين الرايت اوت سايد لين سلوب اهو. تمام ركز كده في النقطه. طب خلينا نجيب السوبر اليفيشن ونلعب في الاوت سايد لين سلوب اللي هي -2%، اخليها -5. خدت بالك النقطه شغاله بسلوب دي احنا بنستخدمها في انشاء اللين. هخليها -10%، هخليها +2%، على حسب بقى السلوب بياخده من الالاينمنت او من الداتا بتاعت الالاينمنت اللي جوه السيفل 3D، اللي هو الجدول بتاع السوبر اليفيشن. وانت بتعمل الالاينمنت بيبقى عندك متقسم نفس التقسيمه دي، ليفت او 4 ليفت و4 رايت. اللي هتستخدمه هنا هو اللي هياخد الداتا بتاعته من هناك. نركز قوي فيها النقطه دي. طيب ده كده بالنسبة للنوع اللي احنا اشتغلنا عليه اللي هو سلوب ودلتا اكس. خد وقت شوية معلش، بس ده
من الأنواع المهمة واللي هتستخدمه كتير، وجواه أفكار على فكرة كتيرة جدا. السلوب أند دلتا إكس. طيب السلوب أند دلتا واي. طيب في عندي نوع تاني اللي هو سلوب ودلتا واي. يعني إيه ده؟ معناه إن عندي ميل وفرق في الواي أو فرق في الارتفاع. طيب خلينا نشوف كده، هنبدأ من الأوريجين، والسلوب بتاعي مثلا سي مثلا ماينس 2% مثلا، 2%. تمام، هنزل هنا وهقول له في الدلتا واي، طبعا هيبقى اخر الدنيا، خليه على بعد مثلا 2 متر ولا حاجة. مش لاقينه. نشوف في الايفنت فيور منور عندي تحت، انيبل تو كرييت ايه ديس بوينت سلوب. طيب ليه؟ لان انا عندي الدلتا واي بالموجب والميل بالسالب. لا انا اخلي الاتنين بالموجب عشان ايه؟ الاقي النقطة بتاعتي. طيب لقيت النقطة اهي، احنا شغالين في البي واحد ولا البي اتنين؟ البي اتنين. اوكي، اللي على بعد واحد. طيب هاجي كده ابص الاقي ان المسافة دي فرق ارتفاعها كام؟ فرق ارتفاع، عشان بس ما تبصش ليه للمسافة الأفقية، لا المسافة الأفقية كتيرة. يعني لو جبنا التارجت بارامتر هتلاقي التداخل في كام؟ في 24 متر. تمام. طيب لو خليناها صفر هلاقي فيه طبعا ايرور، هيقول لي ان اساسا مش قادر يلاقي طبعا الزاوية دي مع فرق الارتفاع ده. طيب خليها مثلا 10%. بص كده قربت ازاي. طيب خليها دي 1000%، معلش انا اسف، 10%. بص كل ما هيزيد الارتفاع كل ما ايه؟ كل ما هتلاقي ايه؟ هتقرب شوية. طيب عايز ابعدها شوية، طبعا هي يعني فكرتها معروفة، خلينا نخليها ايه لتحت عشان ايه نفهم الموضوع. ماينس 15، دي 15000 اكيد. ايوه دايما بيضيف صفرين هتلاقي عندك. تمام، فهلاقي ان ده فرق ارتفاع. لو عملنا مثلا سيل التارجت اليفيشن ده ماينس واحد، تمام، بص هتلاقيها ان هي قصاد الواحد بالظبط، والميل ده هتلاقيه اللي هو ماينس 15%. نفس القصة بتاعت الدلتا والدلتا اكس والسلوب او سلوب ودلتا اكس. اقدر برضو اعمل ريفرس. طيب معلش الاول اقدر اعمل ريفرس. ريفرس هتودينا فين؟ هتودينا العكس. تمام، اقدر اقول له التزم باوفست، التزم بإليفيشن، التزم كمان بايه؟ بسلوب. تمام، طبعا في حين ان انا مديله إليفيشن ملوش دعوة بالسلوب اصلا يعني، فبيقدر يلتزم برضو نفس القصة بتاعت الدلتا اكس. السلوب اند سيرفيس. سلوب اند سيرفيس دي اسهل واحدة فيهم، ان انت بتقول له بس من مكان ما انا شغال كده اللي هو الاوريجين هنا، تمام، اعمل لي تارجت على السيرفيس بتاعي اللي هو الارض الطبيعية. طبعا هنا سالب 2%، خليها سي مثلا 10%. مش هلا مش لاقيين النقطة، اخر الدنيا اهي. السالب 10% قليلة، خليها مثلا 50%. تمام، هتقول لي انا مش عايز اكتب نسب. انا مش عاوز اكتب نسب، نركز فيها اول النقطة دي، لان احنا شرحنا المرة اللي فاتت الايه الاسلوب. فهقول له هنا مثلا اختصارا دايما اعملها اللي هي الايه الاف اس، او اختصارة الفيل سلوب، وهاجي اختار النوع ده سلوب، وهقول له انا الميل عندي 3 الى 2 اللي هو 1.5 الى 1. طيب هكتبه هنا ازاي؟ هكتبه هنا ماينس الاف اس. تمام، ادي السلوب اهو، ده كده ماينس 1.5 الى 1. طيب زودت السلوب خليته 2 الى 1، هلاقي ايه؟ هيفتح معايا. زودت ده برضو خليته 5 الى 1، هتلاقي برضو هيفتح معايا. ده كده لو انا حابب ايه استخدم السلوب. ودايما السلوب تو سيرفيس ده، السلوب تو سيرفيس دايما بتستخدمه في الديلايت. الديلايت اللي هو الميل الجانبي بتاع الردم بتاعي. فارجو ان انا ما اكونش طولت عليكم، ومعلش انا اسف، في حاجة لازم اشرحها برضو في الاخر. احنا كنا قلنا هنعملها اللي هي قلنا مش هتفرق في اي نوع ايه اللي هو ايه اد لينك. طيب هو هنا مش قادر تعمل اد لينك ليه؟ لان دايما الاوريجين ما تقدرش تضيف من عنده لينك. فهبدأ من البي واحد، هلاقي دي فتحت معايا وادي ايه اضيف لينك. يبقى انا وصلت نقطة من البي واحد
لحد المتطلبات اللي انا عايزها، تمام. اللينك ده ايه بيتسمى برضو L1 L2 L3 وهكذا زي ما يكون. والكود بتاعه ايه؟ الكود بتاعه عشان اقدر احسب كميات عن طريق الكود، برسم له ديتم واقول له يا اخوانا اللي جوه الديتم ده هو ده اللي هيبقى محسوب لي فيه الكمية. الباقي حاجات يعني مش هتستخدمها اصلا، لي اوت مود والابلاي او ار، كل الكلام ده انت مش هتستخدمه اساسا. تقدر تستخدم حاجات تانية زي ايه يعني، لو رحنا مثلا على النوع بتاع الدلتا اكس والدلتا واي، حاجة زي دي مثلا ما قلناهاش، او ممكن نقوله مثلا دي مثلا ال نوعها دبل، ودي الدبليو نوعها دبل برضو، مثلا ال L دي بخمسة وال W بعشرة. طيب هكتب له هنا ال L وهنا ال W، تمام. فهلاقي ان ال دي من B1، ايوه خليها 10 و10 مثلا، هلاقي ايه النقطة بتتغير معايا. ليه برضو بنحاول نخلي الكلام ده عن طريق الرموز هنا والارقام هنا، لان دي زي ما هي كده بتظهر عندي في السيفل 3 دي، واقدر اغيرها بكل سهوله. بعد ما بغيرها مش بحتاج ان انا ارجع للسيفل للسب اسمبلي كومبوزر ان انا اغير، يعني انا ممكن ابقى كاتب هنا 10، طيب ال10 دي عمرها ما هتتغير غير لو رجعت جوه البرنامج وعدلتها وسيفت البرنامج ودخلته مره تانية جوه السيفل 3 دي. لكن لو مديله رمز زي كده اللي هو ال، تمام، فهاجي جوه برنامج السيفل 3 دي خلاص انا هخلي دي 10، خلاص من جوه السيفل 3 دي بقى مش من هنا، من جوه السيفل 3 دي وشكرا كده. يبقى انا كده ايه عدلت من جوه السيفل 3 دي وخليت البرنامج بتاعي دايناميك او شغال كده معايا، ايه اقدر اغير فيه من غير ما اقفل وافتح والكلام ده. فاسف على الاطالة، وارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا، وهنكمل باذن الله المرة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.